اوكي، بعض العناوين في الصحافه الامريكيه تصف يعني حديث بايدن منذ ايام انه حصار لنتنياهو، هل حضرتك ممكن تتفق مع هو هذا مش حصار، هو يعني وصفوه كمين نتنياهو، ان احنا ممكن ندخل نتنياهو في الدائره المحدده، لكن هو في اسباب طبعا لاعلان الاداره الامريكيه في هذا التوقيت. حضرتك هناك 4 شهور، فانت بتتحدثي في وقت حاسم، يعني اللحظات الاخيره من عمر اي اداره امريكيه بتلملم اوراقها بصرف النظر عن الرجل يريد ان يسجل حضوره في المشهد ويقدم رؤيه مثلما قدم رؤساء الولايات المتحده السابقين، واقتبس، مش عايز اقول لفظ اخر، اقتبس بعض الالفاظ خريطه الطريق وما ادراك ما خرائط الطريق في الادارات السابقه، وبالتالي هو حاول ان يقول هذا. الجزء الاهم في هذا هو انه ربما اقتبس نطاقات عديده من المقترحات المصريه، لانه المقترحات المصريه كانت فيها تفصيليه زي ما قال الدكتور ايمن، فيها تفاصيل وتفاصيل اليات تنفيذ. وعين حضرتك بتقري في جزء فيها تناقض، تناقض يعني ايه؟ هو بيتكلم بعيد عن السن، هو بيتكلم في باراجرافات متقطعه، ولو بتعملي تحليل مضمون هتلاقي كلام مش صحيح في بعض النقاط. اولا لم يورد اي كلمه عن التخلص من حماس، وهذه النقطة دي من النقاط المهمة أو حكم القطاع في هذا الإطار. النقطة الثانية أنه أحال الأمر مرة أخرى إلى الجانبين اللي هم الوسيطين الكبار، مصر وقطر، وكأنه هو دوره متفرج على ما سوف يتم بصرف النظر عن انخراطهم في المشاركة أو ما إلى ذلك، وبالتالي لم يحدد دور الإدارة الأمريكية. ماذا سنفعل؟ هل سنقدم تطمينات؟ هل سنقدم رسائل تطمينات أو ضمانات مكتوبة؟ الطرفين عايزين ضمانات بصورة أو بأخرى. الأهم في هذا الإطار ال4 شهور القادمة، احنا قدام 4 شهور ونص تقريبا، مش كده دكتور أيمن؟ 5 نوفمبر، احنا بنتكلم في 5 نوفمبر، فأنت هتبقي عايزة تدابير وإجراءات عاجلة هي مرتبطة بالمرحلة الأولى. وهو يتحدث على ان نتنياهو ايضا لا يريد تنفيذ الاتفاق، وكانه يسجل موقف، وكان من الطريف انه كبير مستشاري نتنياهو يطلع بعد 22 دقيقه تقريبا ويعترض ويقول انه مش ملم بكل التفاصيل. ده الحوار اللي دار بين واشنطن وبين تل ابيب، فالقضيه مش مشروع اسرائيلي او امريكي او مشروع مشترك بينهم، هو الاداره لها حساباتها وتقديراتها. الرئيس الامريكي جو بايدن يريد ان يقول للجمهور الامريكي، ليس الاسرائيلي، الجمهور الامريكي ولاعضاء الحزب من التقدميين ومن الشباب والجاليات العربيه والاسلاميه، القضيه مش انخفاض شعبيه وحضرتك، القضيه ان الولايات المتحده تريد أن تصحح الصورة وتكتسب مصداقية جديدة بالنسبة لما يدور باتهام الإدارة الأمريكية أنها انحازت للجانب الإسرائيلي. 4 شهور كفاية أن ده يصحح الصورة؟ يعني هو ربما، ما هو تصوره بهذا الأمر ليه؟ لأنه هو أخفق في التعامل مع الأزمة منذ اليوم الأول، مش في قضية صفقات السلاح حضرتك أو في الدعم المباشر وزيارته لإسرائيل، و كل ما جرى كان مرتبط بالدفاع عن أمن إسرائيل، لكن في النهاية الولايات المتحدة وإدارته وقعت تحت ضغوطات كبيرة. إيباك، كبرى المنظمات اليهودية، كان موقفها مختلف، جي ستريت اللوبي الآخر كان أيضا دي مواقف مختلفة، فمصداقية الولايات المتحدة على المحك. الولايات المتحدة حضرتك مختلفة عن الدول الأوروبية، الدول الأوروبية بعد 3 4 شهور من دلوقتي لغاية منتصف 25 في حوالي 19 دولة هتشهد انتخابات، انتخابات برلمانية، فالجمهور في الأوروبي مختلف عن الجمهور الأمريكي في هذا السياق. يعني اللي حضرتك شفتيه في حالة الاحتجاجات والتظاهرات في الجامعات وفي الشوارع الأوروبية والأمريكية مفترض تترجم إلى مواقف، فإنه هذه الحكومات بطبيعة الحال طبعا انتخابات الاتحاد الأوروبي والانتخابات الأوروبية، الجزء هنا الجميع هل تقصد هتترجم بقى لمواقف مش مواقف أوروبية، تترجم في مواقف تصويتية بقى؟ عملية الفوتنج نفسها، التصويت في آلية التصويت المباشر لحضرتك في العملية الانتخابية، وهكذا ايضا في الولايات المتحده. لكن يجب ان ننتبه ان احنا في الانتخابات المقبله الامريكيه دي هتتعاملي مع رئيس سيء واسوء، يعني في الحالتين في رئيس سيء وفي رئيس اسوء، فانت هتتعاملي معاهم. نتنياهو انا في تقديري ذكي، وهو لديه خبره يعني رجل محنك، ربما يكون في تفكيره ان هو ينتظر شراء الوقت، في حاجه اسمها في العلاقات انك تشتري الوقت، تشتري الوقت حضرتك، فشراء الوقت ده يؤهله الى الذهاب الى الانتخابات الامريكيه، فياتي ترامب فالامور تتغير، وقواعد اللعبه تتغير، وجزء منها هو انه يراهن على انه ستكون هناك خروقات من حركه حماس، وان حماس ربما هي التي تخترق وليس هو. الامر الاخر ربما يتغير مكونات الائتلاف فتتاخر العمليه الانتخابيه، حتى لو اسرائيل عملت انتخابات فهتقعد كم شهر استعداد العمليه الانتخابيه.